يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حج متمتعا ولم يذبح هديا حتى الآن فما الواجب عليه؟ من حج متمتعا ولم يذبح هديا حتى الآن فما الواجب عليه؟ باقي في ذمته، الهدي باقي في ذمته، يذبحه الآن في مكة قضاء، يذبحه قضاء في مكة، وإذا كان ما يستطيع الذبح لقلة المال يصوم 10 أيام. نعم.